ما رأيك أخي أمين في لابتوب هواوي الجديد؟ أنا غنقول لكم واحد القضية. أنا ولا عندي واحد التخوف بزاف من السلعة ديال الصين، ولا عندي واحد التخوف بجد من لي برودوي ديال تشاينا. تشاينا راه غادا بواحد واحد واحد النظام تجسسي خطير جدا، باغا تحتل العالم، وباغا تكون هي المسيطرة على العالم. واش فراسكم ان هواوي متورطه في واحد براءه اختراع ديال واحد النظام ديال مسح الوجه اللي كيفرق العرق بين الايغورا ما تيقولوهم الايغورا بالعربيه ايغورا ولا شي يقولوهم الايغورا وبين 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 الشينوا وبين الشناوه ديالهم، بحيث انه الا ديتيكتا شي ايغوري كيصيفط للبوليس تيصيفط ليه ميساج باش يدخلو يعتقلوه. واش فراسكم لي كاميرا د سيرفيونس ديال تشاينا كاملين في ديمارك كاملين انهم كيصيفطوا الداتا ديالنا لتشاينا؟ واش فراسكم التليفونات ديالهم داخلين في التليفونات ديالهم كاملين كيصيفطوا لي سيرفر ديالهم في تشاينا وانهم متورطين في عمليه التجسس؟ They wanna conquer the world. هذا هو الهدف ديالهم. واش فراسكم بما تشاينا واحد النظام ديكتاتوري؟ يلا صافي انا سديت عليا تشاينا كاع بهاد الهضره خويا. راه القضيه غادا حامضه مع تشاينا، غادا الحموضيه اللي واش فراسكم بالما لي برودوي اللي كيمشيو؟ واش فراسكم لي برودوي اللي كيمشيو؟ لا ما كاينه لا حمله امريكيه ولا حمله زعكانيه، انا تسمع الهضره اللي تنقول لك. واش فراسكم لي برودوي اللي كيتصيفطوا بحال الدول ديالنا ماشي هما ديال اوروبا، لان الدول اللي هي في اوروبا مزيره شويه على الخصوصيه هنا، حيت حنا المغرب ما مزير حتى وزه، حنا البيانات ديالنا ما مسوقينش ليهم هما، فهمتي؟ المحل المغرب اعطيهم التليفونات الداتا ديالنا كامله كتمشي للسيرفر ديالهم، وبلا ما يجيني شي واحد يقول لك لا واش بغي يديروا بالداتا، راه الحرب الحاليه هي حرب البيانات، الحرب الحاليه هي حرب البيانات. الدوله الاقوى هي الدوله اللي عندها اكبر عدد من البيانات على الشعوب. قضية راه حامضة الخوت، قضية حامضة. فمنكدبش عليكم، تشاينا ولات كتخلع بجد. تتصاوب لك بولا كدير لك فيها سمارت، بولا سمارت كدير تتصيفط الداتا للشينوا، تتصاوب لك بولا سمارت كتصيفط الداتا للشينوا، صاوبوا لك ماكينة سمارت تتصيفط الداتا للشينوا، لاعبين على البرايس، ما هو ديال البرايس، الناس كلشي كي تليفونات رخات كلشي هذاك بلادهم تيتلاح وباركين كيتجسسوا على عباد الله. خل الوردي صفحه منو عامله، نشوف بعدا واش ماشي لاكارت ناسيونال. Which kind of data? Everything you can imagine اخويا مصطفى. ملي سيت اللي كتدخل ليهم. انا ماشي تنهضر لكم على اي برودكت في تشاينا. سيروا خوتي والله العظيم تنهضر معكم بصح. بداو تطلقوا برامج وثائقية في يوتيوب، وبداو سيرتو نتوما الناس اللي تعال. دابا حنا تنهضروا على الناس الكريبتو، دابا انت في الكريبتو اخويا، ما عرفتش لا جيوبوليتيك، ما عرفت توزع مليح الكريبتو. الناس اللي دابا حنا كنجبتو من هادشي، تبعوا اش واقع في العالم، عارف اش واقع في العالم. سير شوف تشاينا كاع شي تشاينا، سير شوف تشاينا، سير شوف النظام ديال تشاينا كي داير، سير شوف النظام القمعي ديال تشاينا. سير راه دوله ديكتاتوريه هذيك تشاينا. سير قلب على اللي ديكم، سير شوف تشاينا كيفاش خدامين. فين هو جاك ما؟ يلا وريه لينا، فين هو؟ يلا فين هو جاك ما؟ اي بليونير كيبان تيجلسوا معاه الارض.
صافي انا غنمشي للشينوا يشدوا بابايا ما كاينش دخل ولا شونغ غواد خا هين غواد خو راهي بن شرا انو تو بن شرا هن ما يوم ما ندير بيفي وشينوا يلا لا هذوك ما معهم الا هذوك والله الا تشاينا لا تدخل عبر الرب المعبود حتى نهضر معاكم بصح والله الا تدخل عقله راه دابا حتى هاد البلان ديال الكورونا راه خارجه من عندها هاد البلان ديال الكورونا خارج من عندها هي ننصحكم انا راه دائما تنصحكم بواحد القناه ماشي قناه هي قناه تلفزيه تنصحكم بهذيك 60 مينيت استراليا بداو تفرجوا فيها بداو تفرجوا بهذيك 60 مينيت استراليا وشوف تيديروا دي كومونتير خطيرين صاحبي دي كومونتير واعرين سيروا بداو تدخلوا تفرجوا فيها انا راه ديما كندخل ليها نتفرج وشوفوا لي دوكومونتير اللي داير على الريجيم ديال تشاينا واش تعرف تشاينا كيفاش غاديين خويا امين شي اسواق من غير تشاينا شوف دابا الطوندونس هي الناس اللي تيديروا لامبورطاسيون اما تامبورتي كاينه تشاينا استراليا 60 مينيت استراليا هادي هاي هاي عمل دو كومونتير تفرجوا اخو تفرجوا عرفوا واش واقع في الدنيا احضر لي الخوان خاوي خويا من شي مواقع الربح المال لا داكشي ما خويا تعلم دومين السي حسن هذاكشي راه يتخربق السي حسن سامر وليتي كدوي على شي حوايج كبيره عليك بيكن باور علاش اخويا الها علاش كنهضر على شي حوايج كبار عليا علاش تندوي على شي تبارك الله على سي الها شنو كتعرف انت